عندنا الانتيرا السالمونيلا وش انا زين، قلنا؟ هاي ما بيها جدول. يا صلاة الله. السالمونيلا وش قلنا؟ محاضرة سهلة وقصيرة. السالمونيلا وش قلنا؟ السالمونيلا أهم نفس خريط الانتيرا بكترياسي، جرام نيجاتيف باسيلاي، ناس بور فورمينج، تكون موتايل باي ذا سجاد هي نفس عائلة الانتيرا اي اي باسيلاي. اي سجاد اي اي هي اي نفس العائلة. اي اي زين، هاي تكون جرام نيجاتيف، نفس الحكي، جرام نيجاتيف نان سبور فورمينج، الاوكسيديز نيجاتيف، الكاتاليز بوزيتيف، تنتج الاتش 2 اس، يسوي فرمنتيشن للسكر، تكون فاكولتيف انيروب. اللاكتوز، اللاكتوز هنا أنا لا، اللاكتوز بنسوي له فرمنتيشن. اوكي زين، يعني نفس القبيلة. ايه زين، تكون هنا تكون هذه البكتيريا تكون موتايل بعد بري ترايكاس. شنو معنى بري ترايكاس؟ يعني انه يعني اكو الاهداب محاوطتها، اللي اهداب بالاصوات محاوطتها. اوكي اوكي حلو حلو زين، اوكي يقول لك ذي اكو عندك ثلاث انواع من السالمونيلا. يقول لك هي غالبيتها موتايل للانتيرا بكتيريات. اوكي زين، زين، وين وصلت راحت البالي. اي يقول لك هنا انه عندك ثلاث جيناس من السالمونيلا جيناس. الانتريك فيفر، شو سبب لك السالمونيلا؟ سبب لك ثلاث شغلات. انتريك فيفر اللي هو تيفويد فيفر، جاسترو انترايتس التهاب المعده والامعاء، وعندك سيبتسيميا. التيفو من يسبب سالمونيلا تايفي وسالمونيلا لابارا تايفي اي وبي وسي، وجاسترو انترايتس سالمونيلا انتراتايتس وسالمونيلا تايفي مريم، وعندك وسيبتسيميا كلوريسس. زين، التايفويد فيفر من يمتى يصير عندك تيفو؟ من تبلع 104 الى 108 اورجانيزم عن طريق الاكل via food or drink enough infect by the typhoid fever in a human. انه تكون كافي هاي ال 104 الى 108 اورجانيزم حتى يصير عندك تيفويد فيفر. زين، لازم معزوم على نفر هذا بكتيريا. اي زين، العينه منين تاخذها؟ باول اسبوع من الاصابه تقدر تاخذها من البلاط، من الاسبوع الثاني للاسبوع الخامس تقدر تاخذها من الاسطول، فتره ما بين الاسبوع الثالث وما بين الاسبوع الرابع تقدر تاخذها من اليورين. زين، كرونيك كارير يعني اللي يكون يعني تبقى عندهم هذه، يعني تبقى عندهم هذه السالمونيلا تايفي، ايش راح يصير؟ فيقول لك هذه كرونيك كارير موستلي هاربر، وين تروح هذه البكتيريا؟ للجول بلادر، راح تروح للجول بلادر، وبعدين وين راح تروح؟ مشاكل هسه راح نجي، راح تروح للجول بلادر. سالمونيلا تايفي ان فاوند ان ذيس كيس، راح نشوفها وين بالكرونيك كارير بذون تبقى عندها فتره طويله؟ بالجول بلادر. زين، بعدين ريرلي يورين تراكت كير، يعني نادرا يورين تراكت كيريرز ديفلوب اكسكريت، يعني انه نادرا ما نشوف انه موجوده هذه السالمونيلا تايفي باليورين تراكت، بالقناه بالمسالك البوليه. اوكي، ويصير عندهم هذول اكسكريشن للسالمونيلا تايفي باليورين، يكون ريرلي نادر. زين، السبب لك مثل ما قلنا السبب لك جاسترونترايتس، والسبب لك سيبتسيميا. سيبتسيميا ار يوجوالي اكوايرد باي ذا كونتامينيتد فود، يعني يصير انه كونتامينيتد فود مثل البيض او الدجاج المصاب بالسالمونيلا، فينتقل هذا اكل العزيز من اكله
ملوث أخذ جرعة كبيرة من السالمونيلا، أوكي مثلا أكل له 10 بيضات، والعشر بيضات كل واحدة بها 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 ألف، فعشرة في ألف 10,000، 10,000 أورجانيزم ما طلعت هاي أي، فيصير عنده غاستر انترايتس أند سيفتسيما. زين شو يخلي البيض؟ ها حلو خوش، يقول لك البيض، البيض اللي بيها مو بيها غشاء، هذا الغشاء يكون رقيق به مسامات، فيقدر من هاي المسامات يطب، اوكي بمسامات البيض، القشر مالته بمسامات. جيد زين، اللاب اللاب دايجنوسيس اوف ذا سالمونيلا، شو قال؟ لا لا لا، الجرام سين مالته تكون جرام نيجاتيف، بس لا المكان قال تكون قال لك فيل كانليز. ليش؟ لانها ما تسوي فرمنتيشن لللاكتوز. اوكي عندك الديوكسي، الديوكسي شوكليت اجار والسالمونيلا دي سي اي، الدي سي اي مختصر ام ال دي دي ديوكسي شوليت اجار، حلو. سالمونيلا شقله اجار سي سي اي، سا سالمونيلا شي شقله اي اجار، تكون كلرلس وذ ذا بلاك سنتر، تكون كلرلس وذ ذا بلاك سنتر من هاي بالدي سي اي والاس اس اس اي. شنو هاي الدي اس اي والاس اس اي؟ هي تكون سيلكتيف ميديا فور ايزوليشن اوف ذا انتريك باثوجينز السالمونيلا والشيجيلا اند انهيبيشن اوف ذا اذر جرام بوزيتيف بكتيريا. هاي اس اس اي والدي سي اي اللي هي ديوكسي شوليت ديوكسي شوليت اجار وسالمونيلا شيجيلا اجار، هاي تثبط البكتيريا الاخرى الجرام بوزيتيف اورجانيزم، تثبطها كلها وتبقي لك منهم، تبقي لك شو تبقي لك؟ تبقي لك السالمونيلا والشيجيلا، واضح؟ زين 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 الزايلوز، الزايلوز لايزين ديوكسي شوليت اجار، هو ديوكسي شوليت اجار اللي من الساعه حكينا ديوكسي، بس سوى عليه تعديلات زايلوز لايزين في صحول اكس ال دي، هذا ايش راح يعطي؟ ريد وذ بلاك سنتر، اوكي ريد وذ بلاك سنتر يكون زين. البسموث خرب ثواني، البسموث البسموث سلفايد اجار يكون هم بلاك، بلاك وذ ميتاليك شين كالونيز، يعني اسود يعني ويها لون لماعي، اوكي لا لون يعني لون معدني لماعي بالضبط. هي تكون سيلكتيف بيدي اسبيشالي فور ذا ايزوليشن اوف ذا سالمونيلا تايفي، ركز هذه انه نعزل بها سالمونيلا تايفي منين؟ من الفيسز، من الفيسز واليورين ومن السواج. شنو السواج؟ يعني الصرف الصحي، اوكي البيزموث سلفايت اجار تعطيك لون اسود ويا لون ميتاليك شين بلمع، هاي تكون خاصه للسالمونيلا تايفي للفيسز يورين وسواج الصرف الصحي. نجي على السلت بروث، السلت بروث سلت بروث سيلينيت بروث، السيلينيت بروث هاي تكون الريشت ميديا فور ذا ايزوليشن اوف ذا سالمونيلا، الريشت وسط اغنائي حتى شنو؟ حتى اعزل السالمونيلا تايفي. منين اعزله؟ اعزلها من other species of the salmonella group، اوكي تريد تعزل السالمونيلا تايفي، فهو هذا يفيدك، هو واللي وراء نفس الحكي مالته اللي هو تترا
اثنيناتهم بروث، بس هذا شو اسمه، اسمه تترا ثايونيت بروث، واللي قبله شو اسمه، اسمه سيلينيت بروث، سيلينيت بروث وسيلينيت بروث وتترا ثايونيت بروث. هذين انريش ميديوم فور ايزوليشن اوف ذا سالمونيلا تايفي. بس ركز الاختلاف وين، الاختلاف انه هنا هاي تجيب العينه منين، العينه تجيبها من الفيسز ومن اليورين ومن الانفكتد تيشو، حتتحطها وين، حتتحطها بالسيلينيت بروث. بينما عندك التترا، التترا ثايونيت منين تجيبها، التترا ثايونيت هي ايضا سيلكتيف ميديا ريش ميديا فور ذا امبلويد فور ذا ايزوليشن اوف ذا سالمونيلا تايفي اند اذر ممبرز اوف ذا سامبل فروم اند اذر اند اذر اذر ممبرز اوف ذا سالمونيلا. بس منين هاي شو شايل اليورين والووتر، شنو هسه التترا ثايونيت بروث وال القبلها اللي هي شو اسمها قبلها، نسيت خلاص وسوي حشيد، الله الله يكرم، السيلينيت بروث السيلينت، هذين تعزل بيهن السالمونيلا والاذر سالمونيلا تايف والاذر انواع من السالمونيلا. بس الفرق بيناتهم شنو، الفرق بيناتهم انه نفس الحكي، بس الفرق من العينه اللي تاخذها، العينه هناك تاخذها من اليورين ومن الفيزز ومن الانفكتد تيشو، هنا تاخذها من يورين وفيزز ووتر، هنا لا من اليورين والفيزز والووتر، اوكي من الووتر. نجي هنا علما على على تريبل شجر، تريبل شجر ايرون يكون كي اي، ينطيك كي اي يعني الكلاين على اسد، يعني احمر على اصفر، اللي يعني ينطيك لون احمر على اصفر، قراءه احمر على اصفر، والاش تو اس يكون بوزيتيف، وايضا ينطيك غاز برودكشن. واضح؟ زين الموتاليتي، هذا الاختبارات ممكن بس بالضبط موتاليتي انفكتس، اليوريز يكون يكون نيجاتيف، نيجاتيف اليوريز. الويدل تيست، وعندك الانتيجينيك ديتكشن، ويدل تيست هذا اختبار من المصل. زين هذا يحطون انه الدم يحطونه بالسنترفيوج وهاي حتى يوصلون المان بعدين حتى يطلعون السيرولوجيك ديتكشن المان للانتيجين، يا انتيجين للاو ان الاو والاتش، او انتيجين والاتش انتيجين، اوكي. بينما عندك هذا، هذا عندك ركز على هذا اللي هو 13 انتيجينيك ديتكشن كاونتر اميونو الكتروفورسس، الكتروفورسس الترحيل الكهربائي المناعي، يعني هذا تحس دقيق مناعي، هذا السي سي سي اي اي، اوكي. هذا شنو، هذا هذا فور ذا سنجل سبيسمن، هذا جيب له سنجل سبيسمن يطلع لك مال ديتكت السالمونيلا تايفي او انتيجين، يلقط لك السالمونيلا تايفي او انتيجين. هذا هذا هو صح غالي، لكن يفيد لك بالتشخيص المبكر مال من مالها مال الديزيز مال السالمونيلا تايفي، اوكي. نجي هذا الاكس ال دي، الاكس ال دي من هي زايلوز، زايلوز لايزين، هذا ايش قلنا راح تنطيك، ايش راح ينطيك، قلنا راح تنطي لون احمر وذ بلاك سنتر، احمر وسنتر اسود بالضبط. نجي نكبر، هاي احمر ومالتها شو صارت النص، السنتر مالت احمر، يا الله اوكي لا هذا الحمار، اوكي والسنتر مالتها شو يكون بلاك، اوكي هاي الياب اليابكتيريا السالمونيلا تايفي مريم، اوكي زين زين
هنا أنا هذا بزموث، بزموث سلفايد أجار. هذا شنو هذا؟ هذا السالمونيلا تايبي. ايش راح ينطق؟ نيجي نشوف. كبر. بلاك ميتاليك. بالضبط. هو اسمه بزموث، احد المعادن. بالضبط. صغير يكبر. هو بس جاي يعطيك لون اسود. اي. استلم. الصورة مكسرات يا الله. فهو يعطيك لون اسود، مبين واضح اسود. زين نجي على الشقلة. الشقلة هي أهم من القسم الثاني. أخت السالمون ولا الشقلة؟ الشقلة هي تكون فاكولتيتيف، فاكولتيتيف نان موتايل، فاكولتيتيف نان موتايل جرام نيجاتيف باسيلاي، نفس الحاجة نفس الخليط. هناك قلنا موتايل، هنا نان موتايل جرام نيجاتيف، جرام نيجاتيف بس اللاي هيت بيها هيت ليبل، هيت ستيبل، هيت هيت ستيبل اندودوكسن، وعندك بيها هيت ليبل هيت ستيبل اندودوكسن وهيت ليبل اكزوتوكسن. هسه راح نجي شيء بعد شوي. هيت ستيبل اكزوتوكسن اندودوكسن عفوا ال بي اس characterize of the gram negative bacteria. شقلة هي تكون pathogenic primarily، قلنا هي تسبب لك dysentery. شقلة فهي pathogenic primarily due to the ability of the invasive انه تغزو الانتستينال سيل، انتستينال الخلايا المعوية وسبب لك dysentery. يا سلمون شقلة dysentery produce شنو؟ تنطي تنطي هات لبايل اكزوتوكسين. اوكي زين. الامبورتنت سبيشيز بالشقلة عندك أربعة. شقلة ديزنتري، شقلة فلكشري، شقلة بويدي، شقلة سوني. اوكي عندك شقلة ديزنتري، ديزنتري هي أول واحدة. اي بالضبط سيرا جروب اي اول واحدة سيرا تايب مالتها 12. وعندك الفلكشري ثاني واحدة سيرا شقلة فلكشري هاي بي، وسبب لك شنو؟ سبب لك سبب لك هي مو سبب لك هي تكون بها 6 سيرا تايب. والبايا دي هي سيرا جروب سي و18 سيرا تايب. وعندك شقلة سايني هي سيرا جروب دي وواحد بها سيروتايب. اوكي جي جي ذني من خلص احفظ ذني زين. اسبسمن بلادي ستول برايت ريد، يعني انه تكون الستول يكون يعني لونها يعني برايت ريد بلادي بها يعني دم، يكون يعني لونها احمر 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 شو اسمه احمر احمر فاتح. فيقول لك هنا انا الستول اكزامينيشن، الستول اكزامينيشن الستول سمير اخذت ياب من هذا البيشنت ستول سمير فروم بيشنت وذ امبياسس عنده اميبيا. Okay. Should reveal electrophagocytic trophocytes in the absence of them of the PNM اللي هي polymorphic nuclear cells. بينما بحالة الديزنتري بالباسيلا ديزنتري راح تلقى شيت منين من البورفي بوليمورفو نيوكلير سيت. هنا أنا هذا ليش ذكر هذا الثانية حتى تميز انه ياب الشقلة من الصير وسوي لك بازيلا ديزندري اكو يكون بوليمورفو نيوكلير سيل. اوكي زين
بحالة انه اخذت عينة من شخص بأميبيا، ما راح تلقى بوليمورفو نيوكلير سيل. زين ايش راح تلقى؟ ايش راح تلقى هنا؟ راح تلقى ايش؟ راح تلقى ماذا؟ راح تلقى على كل حال الشيطان، راح تلقى ايش اسمه؟ راح تلقى ار بي سي، ما تلقى بوليمورفو نيوكلير، راح تلقى ار بي سي. اوكي وصلت؟ عيدها سجل، ما فهمت. يقول لك يا ابي اخذت عينه شفت ار بي سي وشفت بوليمورفونيكولار سيل، اذا شفت ار بي سي وابسنس اوف ذا بوليمورفونيكولار فهاي اميبيا. اوكي واذا شفت بوليمورفونيكولار سيل فهذا الشخص مصاب بالشقله، عنده ديزنتري. وصلت ببساطة؟ اللابراتوري دياجنوسيس الماكونكي اجار ماكونكي يكون لاس كلر، يعني لاس كلر سالمونلا شقله، سالمونلا شقله اجار الاس اس اي هاي ايش قلنا عليها من الساعة؟ يقول لك انه هي مو هي من اسمها سالمونيلا شقلة، تبقي لك السالمونيلا وشقلة وتقتل لك شك وجرام بوزيتيف. زين فيقول لك زين هي ليش تثبط لك؟ هسه هنا راح يجاوبك، يقول لك احتواء على البايل سولت، بايل سولت الاملاح الصفراء، هاي البايوسات inhibit the growth of them of the other gram negative، هاي راح تثبت لك other gram negative bacteria and pH indicators to differentiate the pH indicator to differentiate the lactose fermenter coliform and non lactose fermenter اللي هي شكلها. ويا واحدة واحدة عندك هاي الميديا اللي هي سالمونيلا شقلة أجار، هاي اللي بيها بايل سولت اللي راح يثبط لك البكتيريا الأخرى يخرجها. زين راح تصفى لك بكتيريا راح يصنفها حسب اللاكتوز فرمنتر. أوكي فيقول لك البي اتش انديكيتر تو ديفرنشيت يعني صنفها ككوليفورم يعني ديفرنشيت لاكتوز فرمنتر اللوكل اللي هي الكوليفورم ومنين من ماذا؟ من النون لاكتوز فرمنترز اللي هي ما هي؟ اللي هي عندك الشقلة والسالمونيلا. واضح؟ واضح واضح. بس انه هو الاجار راح شنو في البلد زغر زغر هاي؟ راح يحتوي على بايل سولت واللي راح انهبت جروس او ادر بكتيريا. اي شو راح يبقى لنا؟ جرام نيجاتيف بكتيريا. وشو راح نعرفها بالبي اتش؟ مو شوف البايل سولت راح نميزها على لاكتوز فرمنتيشن ونون لاكتوز فرمنتيشن. المفروض لك صور تساعد. ما يحتاج. التي اس اي تريبل سيجر ايرون كليجر ايرون اجار كي اي يكون الكلاين على اسيد الاتش 2 اس الكلاين على اسيد شو اسمه والاتش 2 اس الاتش 2 اس يكون بوزيتيف وغاز برودكشن. اوكي تكون الكلاين على اسيد وغاز برودكشن ويكون الاش ويكون بيها اتش 2 اس. هذا تريبل شجر ايرون بالمحاضره الاولى من نختبر ثلاث شغلات انه نشوف انه الكلاين على الاسيديتي على البي اتش. اوكي اللي يطلع الكلاين على اسيد ونشوف انه تنتج غاز لا ما تنتج غاز
ونشوف الشغله الثالثه اللي هي الاتش 2 اس، فتنتج لك الاتش 2 اس. الموتوريتي ماكو، والانفكتيست ما مذكور. سلم لي.